ينضم إلينا من نيامي مفادنا إبراهيم حسناوي ليطلعنا أكثر على المصادر العسكرية التي تحدثت عن استخدام القوة في ظل ما تشهده حسناوي أيضا التنسيق العسكري بين النيجر وبوركينا فاسو على جانب آخر. نعم عيسى، هذه الاستعدادات العسكرية في حقيقة الأمر ليست جديدة، هي منذ فترة منذ بدء التهديدات العسكرية لمجموعة إكواس التدخل عسكريا في النيجر، بدأت تلك الدول أيضا في حشد قواتها على الحدود مع النيجر خاصة في نيجيريا والبنين، وهما دولتان متحمستان كثيرا لحسم هذه الأزمة عسكريا وإعادة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم. في المقابل طبعا هناك تنسيق عسكري بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي من أجل مواجهة هذه التهديدات العسكرية لمنظمة إكواس، لكن الكثير من المصادر هنا تتحدث عن أن هذا التنسيق العسكري بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي ربما يكون أقل بكثير عن تلك الاستعدادات والحشود العسكرية التي تحاول مجموعة إكواس تفعيلها واستخدامها من أجل التدخل عسكريا في النيجر. هناك الكثير من الترقب والانتظار للأيام والساعات القادمة بشأن موضوع التدخل العسكري. بعض المصادر هنا تتحدث بأن حل الأزمة دبلوماسيا ما زال ممكنا خاصة في ظل الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية الجزائري إلى مجموعة من الدول الإفريقية على رأسها نيجيريا، حيث من المتوقع أن تضغط الجزائر باتجاه التوجه نحو حل دبلوماسي لهذه الأزمة من أجل تجنب الخيار العسكري لذلك من تداعيات على أمنها بشكل خاص وعلى أمن القارة الإفريقية بشكل عام. بعض المصادر باتت تتحدث عن أن الخيار العسكري قد يكون لكن ربما في مرحلة لاحقة في حال فشلت كل المبادرات والمقترحات. هنا في النيجر الطبقة السياسية ما زالت منقسمة بشأن المرحلة الانتقالية التي طرحها عبد الرحمن التشاني رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر. الكثير من الأطراف حتى وإن وافقت على موضوع الانقلاب العسكري فإنها ما زالت ترى في هذه المرحلة الانتقالية خروجا حادا عن المسار الديمقراطي وتنادي بضرورة العودة إليه في أقرب وقت ممكن من أجل تخفيف الضغوط على النيجر سواء من منظمة إكواس أو حتى من أنصار الرئيس محمد بازوم أو حتى من أطراف خارجية أي خارج عن من خارج القارة الإفريقية. أشير إلى نقطة أخرى عيسى وهي موضوع الانشقاق داخل الحزب الحاكم الذي كان ينتمي إليها الرئيس محمد بازوم. هناك بعض الأطراف والمصادر تتحدث عن أن الحزب قد يتوجه خلال الساعات المقبلة إلى أو أطراف كثيرة في الحزب قد تتوجه في الساعات القليلة المقبلة إلى سحب أو إزاحة الرئيس محمد بازوم والتخلي عنه من أو سحب عضويته من هذا الحزب، وهو حزب التجمع الديمقراطي الاشتراكي وهو أكبر حزب داعم للرئيس محمد بازوم. يوم أمس كان هناك تصريح لوزير الدفاع السابق وهو أحد قادة الحزب وشخصية مؤثرة على الساحة السياسية هنا في النيجر، أدان ما وصفه بالتهديدات العسكرية لمجموعة إكواس ويرفض موضوع التدخل العسكري لمجموعة إكواس لحل هذه الأزمة في النيجر، وهي انتقاد وهي تصريحات واجهتها انتقادات من أنصار الرئيس محمد بازوم الذين ما زالوا يتهمون المجلس العسكري بالتضييق عليهم ومنعهم من الحركة والنشاط خاصة في الشوارع. من نيامي مفدنا إبراهيم حسناوي، شكرا جزيلا لك.